بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 13 في شرح هذا المتن المبارك، النبذة في الفقه للعلامة الفاضل عبد الرحمن المشهور رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي اللقاء الماضي انتهى الكلام حول التيمم بما يناسب هذا المختصر، لكن صاحب هذا المختصر لم يذكر ما يتعلق بأحكام لم يذكر ما يتعلق بأقسام المياه. ومن المهم لطالب العلم أنه يعرف أقسام المياه، وأيضا لم يذكر ما يتعلق بأحكام لم يذكر ما يتعلق بأحكام المسعى الخفين. وسأحاول إن شاء الله في هذا اللقاء أن أتكلم على هذين الموضوعين حتى أختم الكلام ولو بإيجاز عن باب الطهارة. فالمياه قسمها الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى 3 أقسام، إلى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. والماء الطهور هو الذي يقول عنه الفقهاء إنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته، مثل ماء المطر وماء البئر وماء البحر وماء النهر وماء الثلج وماء البرد وغيرها من هذه المياه التي تدخل في هذا الضابط. عفوا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونزلنا من السماء ماء طهورا. هذا الماء الطهور هو الذي يصح به رفع الحدث وإزالة النجس، وهو ينقسم إلى 3 أقسام: ماء طهور غير مكروه، وهو الماء المطلق، وهو الذي ليس له قيد لازم. والقسم الثاني ماء طهور مكروه، وهو الماء المشمس. والماء المشمس هو الماء إذا وضع في إناء معدن غير الذهب والفضة، وكان في الشمس، وكان في بلد حار في وقت شدة الحر، فإن هذا الماء يكره استعماله في البدن دون الثياب. فهذه ضوابطه: الضابط الأول أن يكون في إناء معدن، فلو كان في إناء غير معدن فلا يكره. والضابط الثاني أن يكون هذا الإناء ليس إناء ذهب ولا فضة. والضابط الثالث أو القيد الثالث أن يكون في شدة الحر. والرابع أن يكون في بلد حار. والخامس أن الكراهة إنما تكون إذا استعمله في البدن، أما إذا استعمله في الثياب فإنه لا كراهة. إذن هذا الماء مكروه عند الشافعية، وإن كان النووي رحمه الله تعالى اختار أنه لا يكره. والقسم الثالث ماء طهور محرم، وهو الماء المسبل للشرب فيحرم استعماله في رفع الحدث، وكذلك الماء المغصوب. القسم الثاني ماء طاهر لكنه غير مطهر، وهو ماء خالطه شيء من الطاهرات فغير أحد أوصافه الثلاثة تغيرا أو فتغير أحد أوصافه الثلاثة تغيرا كثيرا. والمقصود بالأوصاف الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة. وقولنا ماء خالطه شيء من الطاهرات، قولنا خالطه أي أخرجنا ما جاوره، والمجاور هو ما يمكن فصله عن الماء، أما المخالط فهو ما لا يمكن فصله عن الماء. وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى هو ماء خالطه شيء من الطاهرات، هذا قيد ثاني، فلو خالطه شيء من النجاسات فهذا سيأتي بعد ذلك. وقول الفقهاء فغير أحد أوصافه تغييرا كثيرا أخرج ما لو كان هذا التغيير يسيرا فإنه يبقى ماء طهورا. وأيضا من الماء الطاهر غير المطهر الماء المستعمل، وهو ما استعمل في طهارة واجبة كوضوء عن حدث في الغسلة الأولى
أو غسل جنابة ما استعمل في فرض طهارة وكان قليلا، ومعنى أنه قليل أي أنه دون القلتين. فإذا استعمل في فرض طهارة وكان قليلا فهو ماء مستعمل أي أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وأما إذا استعمل في طهارة مستحبة فإنه يبقى طهورا لا يسلب الطهورية، وكذلك إذا كان الماء ماء كثيرا فإنه لا يسلب الطهورية. القسم الثالث من أقسام المياه هو الماء النجس. والماء النجس ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ماء قليلا وهو دون قلتين، والقلتين استند الفقهاء رحمهم الله تعالى في القول بهما إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالماء القليل وهو ما كان أقل من قلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة غير المعفو عنها، ينجس مباشرة إذا لاقته النجاسة سواء تغير أو لم يتغير. وأما الماء الكثير وهو ما كان قلتين فصاعدا فإنه إذا لاقته نجاسة لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير. هذا باختصار هو ما يتعلق بأقسام المياه. ومن هذا نعرف أن الماء إذا تغير بطول مكثه كان اخضر لونه فإنه يبقى طهورا، وكذلك إذا تغير الماء بما في مقره وممره فإنه يبقى طهورا أي أنه طاهر مطهر، وكذلك إذا تغير الماء بما لا يمكن الاحتراز عنه كأوراق الشجر فهذا يبقى طهورا، كذلك إذا تغير الماء بمخالط وهو ما لا يمكن وكذلك إذا تغير الماء بمخالط تغيرا يسيرا فإنه يبقى طهورا، وإذا تغير الماء بمجاور وهو ما يمكن فصله فإنه يبقى أيضا طهورا. هذا ما يتعلق بأقسام المياه. وأحب أيضا أن أضيف إلى هذا الكلام حول أحكام المسح على الخفين، فأقول مستعينا بالله: المسح على الخفين الكلام حوله يتعلق بالحكم والشروط والمدة والكيفية والمبطلات، فهي خمسة محاور. أما الحكم فنقول المسح على الخفين جائز في الوضوء، وقول الفقهاء جائز في الوضوء إشارة إلى أن الأفضل هو غسل القدمين. وأما شروط المسح على الخفين فأربعة: الشرط الأول أن يكون طاهرين أي الخفان طاهران، الشرط الثاني أن يلبسهما أي يلبس الخفين بعد اكتمال الطهارة، الشرط الثالث أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، الشرط الرابع أنه يمكن تتابع المشي على الخفين فلا يكون الخف مثلا مثل الجوارب التي يلبسها الناس الآن فهذه لا يمكن تتابع المشي عليها، وأيضا ليست قوية بحيث أنها تمنع نفوذ الماء. فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة جاز المسح على الخفين، ويمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبدأ المدة من نهاية الحدث. وهذا هو بيان مدة المسح على الخفين. وأما كيفية المسح فالواجب أنه يمسح بعض الأعلى من الخف، ويستحب أن يمسح أسفله والعقب، ويبطل المسح على الخفين إذا خلعهما أو انخلعا بنفسهما، وكذلك إذا انتهت المدة المذكورة، وكذلك إذا حدث له ما يوجب الغسل. فهذا باختصار وإيجاز الكلام حول المسح على الخفين، وإن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم سنبدأ الكلام على الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.